بسم الله الرحمن الرحيم. نبدي من البداية، نقول عندنا التطبيقات ابلكيشن مال هوموجينيوس سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، تطبيقات اللي هي مال المعادلات التفاضلية سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن. عندنا الفايبريتنج سبرينج، فايبريتنج يعني الاهتزاز مال أنظمة النابض، ثلاث حالات. الحالة الأولى الفري اور ناتشرال فايبريشن، فري اور ناتشرال فايبريشن اللي هي سبرينج ماس سيستم. الفري اور ناتشرال فايبريشن شنو هذا؟ يعني الاهتزاز الحر او الطبيعي من خلال عندنا نابض وعندنا كتله معلقه به، نابض وهنا قيمه قوه صفر، ماكو قوه يعني مصلعه، واضح قيمتها صفر، فهاي يسموه الفري اور ناتشرال فايبريشن. الثاني عندنا اللي يسموها دامبد فايبريشن اللي هو المخمد او المبطئ، المخمد سبرينج ماس دامبر سيستم اللي هو هذا عندنا نابض ومعلق، معلقه به كتله، وهاي الكتله خاليه داخل سائل، داخل سائل بي فيسكوسيتي معين لزوجه، من خلال هذا حركه النابض صعوده ونزوله، هذه شو يسوي؟ نتيجه الاحتكاك مع السائل يؤدي الى تخفيض او تخميد الحركه مع النابض، نزول وصعود، واضح لا لا، تخميد ماذا يسموه دامبر سيستم. الحالة الثالثة هي فورست فايبريشن، هي نفس الحالة الأولى بس نسلط قوة عليها خارجية، نفس الفري بس نسلط عليها قوة خارجية، فحيسمونها حنسميها فورست فايبريشن، سبرينج ماس اكسترنال فورس فايبريشن، مسلط عليها قوة خارجية، قيمتها الاف اف نوت كوساين اوميجا نوت تي، او أبو الدمبر اللي هو بيه المخمد أيضا مسلط عليه قوة خارجية، أو دمبر أو ذاك الثاني مسلط عليه قوة خارجية اللي يسموه سبرينج ماس دمبر اكسترنال فورس سيستم، هاي القوة الخارجية اللي هي اف تي اف نوت كوساين اوميجا تي. هسه ناخذ احنا الحالة الفري اور ناتشرال فايبريشن ماس سبرينج سيستم، نظام الاهتزاز الحر أو الطبيعي. إذا عندنا if the spring is stretched or compressed by x، عندنا spring سوينا له اما سحب تمدد او انضغاط بمسافه x، هذا عندنا النظام، هذا كتله هنا، شوف عندنا هسه هذا الكتله في مسافه نعتبرها هسه هذه نعتبرها مسافه الصفر، هاي مسافه الصفر نسميها هي حالة الإكوليبريم بوزيشن، موقع التوازن. هذه هسه كل شيء مسويها كوش لا صعبة ولا أبدا، فهذه الموقع مالتها هذا محور اكس، هذه المسافة قلنا، فهذا السبرينج والكتلة، فهذا الصفر هي مكان موقع التوازن. إذا هذا السبرينج سحبناه سويناه ستريتش فاجت الى موقع هذا الاكس، هذا يسموه موقع التمدد، هنا جبناه الى اكس، واضح؟ هسه احنا بالزمن صفر بس سحبنا النابض والكتله سحبناها الى وصلناها الى هاي المسافه، هاي سحبناها هنا. هسه كل شنو مسوين؟ سويناها من سحبناها من نهد الكتله، هسه لازم يبين من نهدها نتركها شو يصير؟ هاي الكتله النابض يريد يرجعها لمكانها، النابض هذا السبرينج يريد يرجع الى مكانه، هذا يرجع المكان الطبيعي اللي هو هنا، صار ولا لا؟ هذا مكان طبيعي، يجي منا يصعد النابض هنا، هذه القوه ريستورينج فورس يسموها قوه الارجاع، القوه بالنابض بالسبرينج اللي ترجع الكتله الى مكانها الطبيعي يسموها قوه الارجاع ريستورينج فورس، قيمتها ناقص كي في الاكس، ناقص كي في الاكس، الاكس شنو هو؟ هاي مسافة التمدد، هاي من هنا اكس، هاي الاكس مسافة التمدد. الكي شنو هو؟ الكي هو سبرينج كونستانت، ثابت السبرينج يسموه، ثابت السبرينج، واضح؟ يسموه ثابت السبرينج، اكو فت قيمة لكل سبرينج، اكو ثابت معين قوة لها معروف يعني في المسافة هذه ما تمدد تعطيني قوة النابض للإرجاع أو قوة الإرجاع النابض. قانون نيوتن لو
نيوتن لو سكند لو القانون الثاني مع نيوتن اللي انتم المفروض حافظيه وماخذيه من زمان من الفيزياء. القوة شو يساوي لنا؟ الكتلة في التعجيل، الكتلة في التعجيل، ام الكتلة هذه في التعجيل يساوي لنا القوة. force equals القوة تساوي mass الكتلة times يعني مضروب في الاكسلريشن تعجيل. التعجيل هو شنو؟ اخذناه العام اذا تذكرون بالفكتور وبالمشتقات. التعجيل هو المشتقة الثانية للمسافة، هاي المسافة المشتقة الثانية للاكس هو التعجيل، لانه احنا المشتقة الاولى الاكس هو الازاحة، دي اكس المشتقة الاولى للتي شو يساوي لنا تذكرون ولا لا؟ يساوي لنا السرعة، المشتقة الاولى ازاحة يساوي لنا السرعة، المشتقة الأولى للسرعة، السرعة اشتقيناها للزمن، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا التعجيل. وهاي عوضنا بمعنى المشتقة الثانية للإزاحة أو للمسافة هو التعجيل. فنجي هسه نعوض. الإف قوة الإرجاع شنو؟ يساوي لنا ناقص كي إكس، هاي قوة الإرجاع. طبعا هاي الناقص مين جت هاي الناقص؟ هاي الناقص معناتها احنا مو دي يرجع للاعلى، هاي الناقص مال الاشاره انه القوه هذه اللي بالنابض، هاي القوه بالنابض ترجع للاعلى، ترجع للحاله الطبيعيه، فلذلك اشارتها عكس اتجاه السحب، معناته احنا سحبناها للاسفل من هدينا القوه ترجع للاعلى، فهاي صار الناقص مالتها رجع للاعلى. فالاف شي يساوي ناقص كي اكس. الام هاي الان نفس الكتله. الاي اللي هو التعجيل هو المشتقة الثانية، المشتقة الثانية المن للاكس، المشتقة الثانية للاكس. فصار عندي طلاب صار عندي هسه صار عندي معادلة تفاضلية من الدرجة من الرتبة الثانية، هاي معادلة تفاضلية، هاي ناقص كي اكس انقلها للطرف شو يصير؟ ام في المشتقة الثانية للاكس للزمن زائدا كي اكس يساوي لنا صفر. هاي معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية، مشتقة ثانية. هسه نريد نحل هاي المعادلة التفاضلية، هاي معادلة تفاضلية حلها. شلون احل المعادلة التفاضلية؟ احلها احول المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية إلى معادلة من الدرجة الثانية. حولناها، شلنا هذه المشتقة الثانية خليناها سويناها R تربيع. واضح؟ R تربيع وهاي كي، ام R تربيع كي، في زاوية صفر. الآن ايش حيسوي؟ انقلها هاي الطرف قسم عليها يصير ناقص كي على الام. الآن ايش حيسوي؟ زائد ناقص ناقص كي على الام تحت الجذر. هذا باعتبار كي على الام في ناقص جذر واحد، في تحت الجذر ناقص واحد، في تحت الجذر ناقص واحد، تحت الجذر ناقص واحد هو شنو؟ الاي اللي هو ايماجينري، صح ولا لا؟ ايماجينري القيم الخياليه يسموها. وحيسوي لنا الار، حيسوي لنا قيمتين زائد ناقص تحت الجذر كي على ام الاي. هذه اذا تتذكرون شنو الحل مالتها؟ الحل مالتها ب الاي تو باور الفا تي بين قوسين سي 1 كوساين بيتا تي زائد سي 2 ساين بيتا تي. زين الالفا جد قيمتها هنا، هنا قيمتها ايش قد هنا الالفا؟ ماكو شيء، معناتها صفر، هاي صفر. هل حل المعادله التفاضليه تذكرون ولا اذا كان قيم ايماجينري؟ والبيتا هنا شنو؟ هاي بيتا تحت الجذر كي على ام، كي على ام. الكي على ام هو عباره عن هاي يسموها الاوميجا، التردد الزاوي فريكونسي، هاي يسموها تردد الزاوي اللي هي تحت الجذر، ثابت السبرينج على الكتله يسموها تردد الزاوي فاوميجا. فعوض هنا مكان البيتا هو الاوميجا، فهذا حل المعادله التفاضليه يصير اي تو باور صفر تي، هاي تروح. فشو حق صار الحل المعادله التفاضليه هو اكس يساوي لنا سي 1 كوساين اوميجا تي زائد سي 2 ساين اوميجا تي. هسه شو يراد لنا؟ يراد اطلع قيمه السي 1 والسي 2. شلون اطلعهن؟ اطلعهن من خلال الباوندري كونديشن اللي اعطيني اياها دائما بالسؤال. اعلى قيمه اللي يوصلها السيستم هذا، شوف النابض، النابض هذا
حيصعد وينزل، لانه يعني فري فايبريشن، حركه حره، يجي هنا ويصعد للاعلى، هنا يصعد، يصعد لهنا مثلا، ويرجع هنا ويصعد، يرجع يروح ويرجع. اعلى قيمه هاي اللي هنا يوصلها وهنا يجي يوصلها، هاي يسموها الاي الامبلتيود، واضح؟ يسموه امبلتيود، اعلى قيمه يوصلها السيستم. الاي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا تحت الجذر الثابت الاول تربيع زائد الثابت الثاني تربيع، والكوساين دلتا يسموه هنا زاويه التطور، باعتبار اكو حركه صاعد نازل، فزاويه التطور يساوي لنا الكوساين مالتها سي 1 على اي. يعني احنا دوري هي بالضبط، وهاي دائرة، هاي منها ساعد الأوميجا، هو هاي الأوميجا اللي يسموها تردد مالتها، واضح؟ فهذه هنا حيصير الأي، هاي مثلا، وهنا هاي الزاوية هي حتكون. هاي الزاوية دلتا، واضح؟ فكوساين دلتا شو يساوي لنا؟ سي 1، هاي سي 1، هذه من هنا هي هاي سي 1 المجاور على الوتر هذا الاي، وهاي الزاوية دلتا قلنا، والساين مالتها حيساوي لنا سي 2، سي 2 على الاي، هاي سي 2 هنا الارتفاع الاعلى. بس ناخذ المثال البسيط على مود تتوضح الفكره. السبرينج وذ اماس، عندنا سبرينج نابض بكتله، وذ اماس كتله 2 كيلوغرام، الكتله وزنها 2 كيلوغرام، هاز ناتشرال لينث، طول طبيعي ايش قد؟ 0.5 متر. السبرينج طوله طبيعي 0.5 متر، طول السبرينج الطبيعي. سلط عليه قوه a force of 25.6 نيوتن is required to maintain its stretch to a length of 0.7 m. من سحبنا، من سحبنا النابض سوينا له ستريتش تمدد الى 0.7 الى هنا، هو طوله هنا من هنا طول ايش قد؟ طول سبرينج 0.5، من سحبناه صار تمدد، وصل طوله صار 0.7، ايش قد يعني التمدد عندي من هنا ايش قد؟ تمدد قيمه الاكس، قيمه الاكس بوينت من هنا 0.2، بحيث صار 0.2. اي فايش قد راد قوه؟ راد قوه بقيمه 25.6 نيوتن، بحيث صار هذا التمدد الى 0.7. If the spring is stretched to a length 0.7 and then released. إذا إحنا if the spring، هذا spring مددناه إلى طول 0.7 وبعدين and then released، يعني سحبناه بيدينا هنا مشلبين بيه إحنا، بعدين released حررناه تركناه with initial، من تركناه with initial velocity يساوي لنا صفر، بسرعة ابتدائية صفر. Find the position of mass at any time، طلع لي ايش قد موقع الكتله هاي في اي زمن، في الزمن يعني اذا مثلا الزمن الاول بالدقيقه بالثانيه الاولى، وين يصير موقعها بالثانيه الثانيه، وين يصير موقع الماس، طلع لي موقع الكتله في اي زمن، واضح؟ هذا قانون هوك، هوكس لو، قانون هوك شو يسوي لنا؟ قلنا نابض ثابت السبرينج في الاكس يساوي لنا اف، اللي هذا قبل شوي حكينا عليها، هذا قوه الارجاع كي اكس، فقانون يسموه هو من هوكس لو، قانون هوك، كي اكس يساوي لنا الاف. الاف ايش قدرنا؟ قال هو بالسؤال المعطين، قال احتاجين انه على مود يتمدد السبرينج،
محتاجين الى قوه 25.6، 25.6 نيوتن ردنا اف. على مود يتمدد السبرنج ايش قد يتمدد؟ 0.2. فاقدر من خلالها اطلع قيمه ايش قد ثابت السبرنج. فالكي ثابت السبرنج هو ايش قد؟ 128 نيوتن للمتر ثابت السبرنج. هذا السبرنج كل سبرنج الى كي معينه، قيمه الثابت مع السبرنج هذا 128 نيوتن. شلون طلعناها؟ طلعناها من خلال هاي معادله هوكس. زين احنا ايش عندنا؟ عندنا فري فايبريشن، ماكو اي قوه خارجيه مسلطه، فمعناتها ايش عندي؟ عندي هذا القوه، هذه قوه شو يسمونها؟ ام اي، ام اي اللي هي شنو هاي؟ موشن مال حركه الكتله في التعجيل. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا قيمه قوه الارجاع كي اكس، هذه نتيجه وزنها في التعجيل لما تنزل قوه الارجاع سويناها، حولناها للطرف الاخر وسوينا هاي المعادله، صارت انه الكتله في التعجيل زائدا كي اكس يساوينا صفر. هاي المعادله هي صارت معادله تفاضليه، واضح؟ هاي ليش صفر؟ لانه ما عندي قوه خارجيه. بالحالات الاخرى اللي بالفورس فايبريشن لها قيمه، بس هنا ما عندي قوه خارجيه، فبس هذه وزن الكتله في التعجيل زائدا قوه ارجاع النابض في المسافه اللي سعدناها. هسه عندي هذه معادله تفاضليه اللي اثنين الام ايش قد قيمتها؟ اثنين مطينا بالسؤال. هذا المشتقه الثانيه للاكس زائد الكي طلعناها بالسؤال، هسه طلعناها 128 في الاكس يساوي لنا صفر. فعندي هاي المعادله التفاضليه، اصبحت معادله تفاضليه من السكند اوردر، من الرتبه الثانيه سكند اوردر. احولها الى معادله من الدرجه الثانيه، احولها ار تربيع زائد 64 يساوي لنا صفر. احل المعادله، فالار تربيع يساوي لنا ناقص 64، ار يساوي لنا زائد ناقص تحت الجذر 64 اللي هي معناته تحت الجذر ناقص 1 في 64، 64 8 ناقص 1 تحت الجذر هو اي. فعرفنا انه قيمه الجذور مالته زائد ناقص 8 اي. الحل شنو مالته؟ اكس الاكس مسافه في اي زمن هي سي 1 كوساين 8 تي زائد سي 2 ساين 8 تي. هسه ايش راد لي؟ اطلع سي 1 وسي 2. بالمناسبه احنا ايش قلنا؟ شوف قلنا الاوميجا هي شو يساوي لنا؟ كي على ام، وهذا هي هاي الاوميجا نفسها. فاحنا لو نقسمها 128 على 2، الكي 128 طلعناها والام 2 تحت الجذر 64 طلعت الاوميجا 8 هي نفسها. هسه من خلال الباوندر كونديشن الشروط اللي عندي اقدر اطلع قيمه السي 1 والسي 2. الشرط الاول ايش عندي؟ الشرط الاول ايش قايل لي بالسؤال؟ قايل لي بالزمن صفر، وهنا قايل لي شوف عين هنا قايل لي if the spring is stretched سحبناه تمدد السبرينج الى طول 0.7 and then released with the initial velocity صفر. احنا لما سحبنا السبرينج وخليناه يصير طوله 0.7 يعني صار الاستطاله ايش قد عندي؟ 0.2 بس، لانه طوله هو الاصلي 0.5. فالاستطاله صارت 0.7 ومن حررناه كان السرعه الابتدائيه صفر، السرعه الابتدائيه صفر، واضح؟ هذا احد الباوندري كونديشن. الباوندري كونديشن الثاني شو عندي؟ عندي تو باوندري كونديشن. الثاني انه اني بالزمن صفر ايضا ايش صار عندي الطول؟ بالزمن صفر اني بديت سحبته الى 0.7 كان صار عندي استطاله 0.2 كان الزمن صفر مبادي. يلا حررت، يلا بديت التجربه مالتي، واضح؟ سحبت السبرينج سويت طوله 0.7 بعدين يلا بديت التجربه هديتها. ايش قد كان عندي الاستطاله؟ صارت 0.2 بالزمن صفر. يعني الاكس الطول في الزمن هات تي في الزمن ايش قد؟ صفر. هات تي صفر الاكس
تي صفر كان عندي اصطلاله بوينت 2. هذا الباوندري كونديشن الاول. الباوندري كونديشن الثاني ايش قال لي؟ قال لي بالسرعه، بالسرعه ياتي من انيشال فيلوسيتي صفر كان عندي اصطلاله بوينت يعني اكس برايم، انه مشتقه المسافه. شنو مشتقه المسافه؟ هي السرعه. فاكس برايم سرعتها كانت صفر بالزمن صفر، السرعه قيمتها صفر بالزمن صفر. فسنجي على اول شرط اللي هو عندي بالزمن صفر كان الاستطاله بوينت 2، هذه المعادله الرئيسيه. اعوض وكان الزمن تي صفر هنا صفر، ومكان هاي تي صفر، ومكان الاكس اوف تي ايش قد قيمتها بوينت 2، هاي بوينت 2 عوضناها. ساين الصفر ايش قد قيمته صفر، هذا كله يروح، هذا كله يصير صفر. كوساين الصفر واحد، فشو يساوي لنا؟ سي 1 عرفناها قيمتها بوينت 2. الشرط الثاني ايش قال لي؟ قال لي بالزمن صفر كان الانيشال فيلوسيتي صفر، بالزمن قلنا مشتقة المسافة هي السرعة، مشتقة المسافة سرعة، فبالزمن صفر كانت السرعة عندي صفر. هذا اجي اشتقها هذه المعادلة، نشتقها مشتقة الكوساين هو ناقص ساين، في مشتقة الزاوية اللي هي 8 يصير ناقص 8 سي 1 ساين 8 تي، مشتقة الساين هي كوساين، في مشتقة الزاوية 8 تي 8 هي هاي المشتقة، اشتقيناها الاكس برايم. ايش قال لي؟ قال لي عندما الزمن صفر كانت الانيشال فيلوسيتي صفر، هاي معادله السرعه، فالزمن صفر هذا صفر عوضه، تي صفر هذا عوضناه صفر، هذا ما عوضنا تي صفر، السرعه ايش قد عوضناها من صفر، هاي السرعه، هاي السرعه صفر، الساين صفر هذا كله يروح، هذا واحد. فعرفنا انه جا حيصير عندي حيصير 8 سي 2 يساوي لنا صفر، فالسي 2 جد قيمته لا لا لازم سي 2 جد يطلع عندي، سي 2 طلع عندي صفر، سي 2 طلع عندي قيمتها صفر. هسه اجي اعوض المعادله الرئيسيه، المعادله الرئيسيه هذه السي 1 عرفنا بوينت 2، سي 2 صفر، السي 2 صفر عوضناها، السي 1 هو بوينت 2، فهاي تروح تبقى بس هاي المعادله، فظلت هاي المعادله. فالمعادله النهائيه لمعادله ايجاد المسافه للكتله في اي زمن، ايجاد المسافه للكتله في اي زمن هي 0.2 كوساين 8 تي. فرضا رادني بالزمن واحد عوضنا واحد وطلع قيمه المسافه ايش قد، بالزمن خمسه عوضنا خمسه وطلع المسافه ايش قد. معظم مسائل الاهتزاز الحر الفري فايبريشن يكون من حد واحد، مال الفري فايبريشن دائما تكون قيمه المسافه لزمن معين من حد واحد. واضح طلاب؟